أهلا بكم من جديد مشاهدينا، والآن يسرنا أن نتواصل عبر الهاتف مع الدكتور إبراهيم محمود رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين الكويتية، ورح يكون حديثنا عن إقامة الملتقى الإلكتروني الأول حول تأثيرات كورونا على حقوق الإنسان والاقتصاد. بداية دكتور مسي عليك بالخير، سعيدين جدا أنك تكون معنا ضيف في برنامج مساء الخير الكويت. الله يمسيكم بالخير والكرام. حياك الله دكتور إبراهيم وشكرا لقبولك دعوتنا. دكتور، بداية لو نتكلم عن تنظيمكم لهالملتقى الإلكتروني الأول حول تأثيرات كورونا على حقوق الإنسان والاقتصاد. نعم، لا شك تعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، احنا في جمعية الحقوق الكويتية، واثنين في الحقيقة من مؤسسات المجتمع المدني التي يعني أسندت عليها اتفاقيات دولية والأمم المتحدة مهمة التفاعل والتأثير الإيجابي في المجتمع والتعبير السلمي عن الأفكار والأطروحات التي تختلج نفوس الأفراد في تقديم الحلول والنماذج اللازمة للارتقاء بالمجتمعات. فرأينا في ظل هذه الجائحة وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر على العالم قاطبة أن يكون يعني لهذه المؤسسات المجتمع المدني دور فعال، يضاف إلى الدور تقوم فيه المنظمات الدولية والدور تقوم فيه الحكومات في يعني تقديم الحلول وتقديم الأفكار والأطروحات التي بالإمكان أن تساعد متخذ القرار سواء في مجالس الأمة أو سواء في الحكومات لمواجهة هذه الجائحة وتداعياتها وآثارها. نعم دكتور، إذن ما هي أهداف الملتقى؟ أكيد هناك أهداف لهذا الملتقى. لا شك بالحقيقة يعني أهم هذه الأهداف أن نحاول بقدر الإمكان أن نسلط الضوء على أهم أثرين، وهو آثار هذه الجائحة على الحقوق والحريات العامة على حقوق الإنسان، ثم أثر هذه الجائحة على الاقتصاديات ومالية الدول، لا سيما دولنا إحنا دول مجلس التعاون الخليجي. فنحاول أن نقدم تصورات تجارب ناجحة من بعض الدول لتقديم نماذج لمشروعات قوانين اقتصادية، قوانين أخرى تتعلق بالحقوق والحريات العامة، أن نجذب الانتباه إلى تنويع مصادر الدخل، نحاول أن نجعل نوع من التوازن بين التزامات الملقاة على الدولة في المحافظة على الأمن العام والصحة العامة من ناحية، بما يقابلها من متطلبات الحريات الأساسية وحقوق الإنسان من ناحية أخرى. نحاول حقيقة أن نستغل ويعني نحاول أن نأخذ الفوائد من الإلكترونيات ومن التكنولوجيا الحديثة في تأثيرها يعني الإيجابي على رفاهية الإنسان وتأكيد حقوقه الأساسية. نعم دكتور، أيضا لابد من أسباب وتداعيات لهالملتقى وأيضا اختيار الوقت لهالملتقى، يا ريت نتحدث عن الأسباب والتداعيات لانعقاد هالملتقى دكتور. احنا بالحقيقة يعني لا شك بأن يعني هذا مثل ما قلنا في البداية بأن المجتمعات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني على أن تواكب الأحداث، ومن ثم فإن إحنا في مجلس التعاون الخليجي ولا سيما يعني بين إحنا كجمعية حقوقيين كويتية وجمعية حقوقيين في مملكة البحرين في بيننا تلاقي وأسس مشتركة بحسباننا من دول يعني مجلس التعاون من ناحية، وبحسبان الكويت والبحرين قريبين من بعض البعض إلى حد كبير في الطبائع وفي الأصول وفي يعني في حتى في الأنساب والقرابة. فرأينا في الحقيقة أن ندعو المفكرين من دولة الكويت والمفكرين في مملكة البحرين والعلماء اللي عندهم لتقديم رؤية وأفكار في آثار هذه الجائحة اليوم على حقوق الإنسان من ناحية وآثارها على اقتصاديات ومالية الدول. نحاول في الحقيقة أن نقدم تصورات وحلول تساهم في دفع ركب الأوطان نحو الأمام لمواجهة هذه التحديات، بحسب أن بالفعل هذا التحدي اليوم في الحقيقة خطير جدا على اقتصاديات الدول بشكل أثر كثير، يعني نراه واضح على السوق، تأثير واضح على يعني على على سواء على المؤسسات أو حتى على الأفراد. فنعرض التجارب في الدول المختلفة في مراكز الأبحاث في الجامعات المختلفة ونحاول أن نستفيد منها ونحاول في الحقيقة أن نقدمها كحلول ونطوعها مع مجتمعنا العربي الخليجي، ومن ثم نحاول أن نناغم بين هاي المعطيات السياسية الأكاديمية في مواجهة الكوارث وإيجاد الحلول لها بشكل يعني يتناسب وبشكل ممكن مع ما نملك قدرات وإمكانيات
في المجتمع الخليجي لا سيما في دولة الكويت وفي مملكة البحرين. نعم دكتور، في حديثك تطرقت إلى المشاركين في هذا الملتقى، نبي نتعرف عليهم بشكل أكبر وتخصصاتهم. الحقيقة يعني الملتقى يعني عندنا في دولة من دولة الكويت جمعية الحقوقيين، ومن يعني مملكة البحرين أيضا جمعية الحقوقيين البحرينية، وهناك في مجموعة من العلماء، مجموعة من كبار القانون، من المحامين، من المشتغلين بالحق القانوني، من النقابيين في جمعيات حقوقية محلية وعالمية، أساتذة الجامعات، مفكرين، أعضاء في المجالس النيابية. عندنا على سبيل المثال الدكتور عبد العزيز أبل هو عضو مجلس الشورى في مملكة البحرين، عندنا السيد النائب أحمد صباح السلوم أيضا عضو مجلس النواب البحريني، معنا في الحقيقة أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين، معنا في الحقيقة كبار المستشارين المعهد العربي للتخطيط، معنا أيضا الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط في دولة الكويت. فهذه في الحقيقة يعني كوكبة من العلماء وكوكبة من المفكرين والرجال المالية، رجال الاقتصاد، أساتذة الجامعات، سياسيين يشاركون في هذا المؤتمر. ولا أتمنى هؤلاء احنا يعني حرصنا على انهم يكونون، حتى لو كانوا رجال سياسه حرصنا حرص شديد على انهم يكونون في ذات الوقت اشخاص لهم بعد في مجال حقوق الانسان او في المجال المالي والاقتصادي. ومن ثم اتت هذه التوقيفه يعني من هذه النخبه، اذا قدرنا نقول، من العلماء في دولتين، في دوله الكويت من ناحيه وفي مملكه البحرين من ناحيه اخرى. نعم هم نخبة بإذن الله ولا قصور بالجميع. دكتور يعني أكيد هناك خطوط عريضة وضعت أمامكم لكي يتم نقاشها وتناولها في هالملتقى، يريد نتعرف على المحاور والمواضيع التي سوف تناقش إن شاء الله في هالملتقى. أنا في الحقيقة يعني قسمنا هذا الملتقى إلى محورين أساسيين، المحور الأول سوف غدا إن شاء الله السبت، والمحور الثاني يوم الأحد. في المحور الأول نتكلم عن المحور الإنساني سميناه، تعلق في مدى تداعيات وتأثير جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان وعلى الحريات العامة. فمثلا تأثير الجائحة على حرية التعليم، على الصحة العامة، على الحق في الانتقال والتنقل، على مدى الموائمة بين النظام العام والحريات الفردية وحقوق الإنسان. لأن بالحقيقة يعني لا شك بأن الدولة عليها التزامات دستورية والتزامات أيضا دولية، بأنها عليها تحمي الصحة العامة وفي ذات الوقت تحافظ على الأمن العام. وهذه القواعد العامة وهذا المحافظة على الأمن العام والمحافظة على الصحة العامة قد تصطدم، وهي بالفعل تصطدم بالحريات الأساسية للأفراد. يعني على سبيل المثال للحصر، يعني لما الدولة تعمل الحجر الكلي، الحجر المنزلي، الحجر الجزئي، هذه لا شك انها تاثر على الحق بالانتقال والحق بالتنقل. عندما تمنع الدوله يعني من التجمعات، لا شك تاثر على الحق بالعباده على سبيل المثال، وممارسه الاديان من خلال الذهاب للمساجد. هذا كله في الحقيقه يتعين علينا نشوف تاثير الجائحه عليها، علينا في الحقيقه ان لا ننتصر يعني لحق على حساب حق اخر، لان الحقوق اثنينهم هم حقوق انسانيه واثنين حقوق دستورية. من ثم يتعين علينا النوائي بين هذين الحقين. هذا بالنسبة للمحور الأول اللي سوف نتناوله في يوم الأحد إن شاء الله، نتناول المحور الثاني وهو المحور المالي والاقتصادي. فما هو تأثير الجائحة اقتصاديات دول العالم، الاقتصاد العالمي، ثم ماذا تأثير على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما على دولة مثل الكويت ومملكة البحرين بحسبان يعني احنا دولنا لها خصائص يعني فيها متميزة، وانها تعتمد على مورد واحد في ايرادات العامة. احنا نعتمد على الايرادات النفطية، يمكن مملكة البحرين تعتمد على الايرادات النفطية من ناحية، وعلى مدخول اخر من السياحة والتجارة الدولية اكثر من الكويت، لان اثنين في الحقيقة عندنا قد يكون البترول هو من اهم مصادر الايرادات العامة. هل آن الأوان أن نبحث عن مصادر بديلة؟ هل آن الأوان على الأقل نفكر في مصادر بديلة ونستفيد منها حتى يمكن أن تساعدنا في مواجهة هذه الجائحة أو فيما قد يتعرض له المجتمع المستقبل؟ ومن ثم نحاول أن نرى
بالامكان ان نجد مصادر بديله؟ يعني هل ممكن نعتمد على ايرادات اخرى، ايرادات مثلا ضرائبيه، ايرادات نعم ايرادات تتعلق مثلا بالتجاره الدوليه، بالاستثمار، بالجذب؟ دكتور ابراهيم الحمود، طبعا كل الشكر لك على هذا اللقاء المميز، وموفقين ان شاء الله في هذا الملتقى. مشاهدينا اكيد متواصلين معاكم، ولكن بعد هذا الفاصل.